السلام عليكم. سلام يا سلام، سلام على سلام، ولا سلام على قائد. إذن ذي قلنا لكم يجب فتح الملف وإعادته إلى الواجهة ديال التعويض عن الملفات، عن التعويض عن مناطق النائية. دي دمصور حتى واحد يهضر عليك، وحان الوقت خصوصا مع الحدث الجلل اللي يبين صعوبة المسالك والصعوبات التي يعيشها الأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون في مناطق معزولة نائية، ورغم ذلك يؤدون الواجب ديالهم بتفاني وبإخلاص ومتواجدين في المقرات العمل ديالهم، في حين أن المحظوظين تتعينوا حدا ديورهم وتقدر كاع يزيدوا الشحمة في ظهر المعلوف ويكونوا يعني من المحظوظين والمحظوظات اللي يشتغلوا في المدرسة الرائدة، المدارس الرائدة، ويتقاضوا أيضا 1000 درهم زيادة، وحدين جالسين ب5000 درهم مأكل ومشرب وتنقل إلى آخره، ومناطق معزولة إلى آخره، وواحد تيشد أكثر منه جالس مهني على خاطره في المناطق يعني الحضارية، حدا الهم الكحل ديالو قاد الأمور ديالو، ويشد أكثر من هذاك اللي جالس يعاني في المناطق النائية. إذن هنا ماشي غير مسائل انعدام العدالة الأجرية الذي التعويضات بين القطاعات، بل حتى داخل القطاع، داخل القطاع ديال التعليم تشوفوا أن الناس تيستغلوا في مناطق نائية وباقي لحد الآن ما تياخذوا لا تعويضات ليديك لي خلو، ياخذوا دوك التعويضات الهزيلة ديال لي زون، من زون إلى زون ABC جوج الفرانك. إذا مازال غادي نفتحوا هذا الملف وغادي نذكروا فيه مزيان أن حان الوقت باش هذاك الملف ينفض عليه الغبار ويفعل إنصافا للأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون في المناطق النائية في كل شيء ضرب عليهم طم. أما اللي تيقول لك بأن جا ديك الجولة ديال الحوار الاجتماعي ما غاتجتمعش، كل شيء غيتوقف، هو ما عارفش أمور كيفاش تمشي، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ وتستمر الحياة. إذا تبارك الله عليكم ونشوفكم في فيديو آخر ودوره 120.